قربنا نعلن بشكل رسمي فيلم بعد 31 سنة انقطاع عن السينما، لأن الناس بتقول أنا ما اعتزلتش إنما انقطعت عن السينما، لأني كنت شايف إن هنخش بقى في مؤولات وسينما التهريج وكده، إنما قلت رسالتي هوصلها عن طريق الدراما التلفزيونية، وده حصل في رحلة المليون وثم بعد المليون وفارس بلا جواد وملح الأرض ورجل غني فقير جدا وأنا وهؤلاء، مسلسلات كتير قلت فيها اللي أنا عايزه، والمسرح اللي هو الأساس يعني. إنما الفيلم خلاص يعني قدامنا أسابيع ونعلن عنه وهبدأ تصوير فيه بإذن الله. شوية تفاصيل عن الفيلم كده، اكشف لنا حاجة اكسكلوزيف كده. والله بعينك اكسكلوزيف. ده احنا في سوق هقول لك بيني وبينك.